تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي الوطنية، وأهلا وسهلا بكم ضمن نشرتنا الرئيسة والتي في أبرز عناوينها ستتابعون. مساعي حكومية لإنشاء سوق للأوراق النقدية في موريتانيا. تواصل معاناة ببذل الكثير من الجهود. سياسية رغم تبادل أقطاب المشهد السياسي دعوات للحوار. وفي نافذتنا على بلدية فات الطموح والوسائل. قال محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس إن موريتانيا بدأت بالفعل تخطو نحو إنشاء سوق للأوراق المالية، هو الأول من نوعه في البلاد. وأوضح ولد الرايس صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة تحت عنوان دور الأسواق المالية في تنمية الاقتصاد الوطني إن هذه الخطوة تعتبر بداية فعلية لمشروع مهم لمسيرة الاقتصاد في موريتانيا. إنشاء سوق للأوراق المالية هو مشروع طموح يتطلب تنفيذه القيام بالعديد من الإصلاحات والتحسينات في بعض الميادين الاقتصادية والمالية والقانونية، ويتطلب ذلك تضافر جهود مختلف قطاعات الدولة وكذا الفاعلين الاقتصاديين والماليين. وفي هذا السياق قام البنك المركزي بإعداد دراسة جدوائية هذا المشروع مكنت من تحديد جميع ما يلزم القيام به لإنجاحه، كما اعتمد مقاربة تشاركية تجاه جميع الفاعلين المعنيين بغية توفير أحسن الظروف لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الأجل. ومن جهة أخرى يندرج هذا المشروع في سياق الجهود التي يقوم به البنك المركزي الموريتاني لتطوير القطاع المالي في البلد وتمكينه من أداء دوره المتمثل في توفير ما يلزم من تمويل الاقتصاد الوطني سبيلا إلى تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي ورفاهية المواطنين في بلدنا. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في مقاطعة عرفات أعمال شفط المياه التي خلفتها الأمطار الأخيرة والتي غمرت عشرات المنازل في المقاطعة محولة سكانها إلى لاجئين. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الناظر إلى الساحة الموريتانية اليوم لا تخطئ عينه الضبابية والتأزم في سياستها وانفصال العرى بين مكوناتها الحزبية، بين معارض لسياسة حكومة يرى أنها تسوق البلد نحو هوية لا تحمد عقباها، وموال يرى في الحكومة حلم. تشهد الساحة السياسية في موريتانيا حالة من التأزم خلفها فشل الحوار بين المعارضة والنظام، وبالرغم من دعوة الحزب الحاكم على لسان رئيسه الجديد سيدي محمد المحم المعارضة للحوار، إلا أن بعض قادتها رأى في هذه الدعوة نوعا من ذر الرماد في العيون. قراءة في المشهد السياسي مع أحمد محمد يوسف. الناظر إلى الساحة الموريتانية اليوم لا تخطئ عينه الضبابية والتأزم في سياستها وانفصال العرى بين مكوناتها الحزبية، بين معارض لسياسة حكومة يرى أنها تسوق البلد نحو هوية لا تحمد عقباها، وموال يرى في الحكومة حلمه في بناء دولة حرة وديمقراطية وعصرية، ويرى في المعارضة عائقا أمام تنفيذ ذلك الحلم. عقب الفتور الذي شهدته العلاقة بين المعارضة والحكومة ظهرت دعوات للحوار من كلا الطرفين، كانت أبرزها تلك التي جاءت على لسان الرئيس الجديد للحزب الحاكم سيدي محمد والمحر. كما ننبه دلاوة بقوة إلى كل أطياف معارضة الوطنية معلنين استعدادنا المطلق لمدرج سوء الحوار والتعاون معهم على قاعدة صلبة ومستديمة، منبهين أننا وبقدر ما نؤمن بالأهمية البالغة للمعارضة في الأنظمة الديمقراطية كسلطة رقابة وشريك وطني، فإننا في نفس الوقت نؤمن بأننا وبقيادة رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا نمارس السلطة في هذا البلد بتوفيق وتدريب من الشعب الموريتاني، وفي هذا فنحن لا نملك أن نخون ونتنازل عن أمانته وتكليفه، إلا أننا وعلى هذه القاعدة مستعدون للتحاور الجاد والبناء من أجل الوصول إلى كل ما يقوي من وحدة الموريتانيين وتلاحمهم وتعزيز وتطوير منظومتهم السياسية بمشاركتهم جميعا دون إقصاء واستثناء. يرى البعض أنها إشارات إيجابية ترسلها الحكومة إلى المعارضة بعد التصريحات السلبية الكثيرة التي وجهت لها من طرف الرئيس،
دعوات اعتبرتها المعارضة نوعا من ذر الرماد في العيون ولا تستند في مضمونها على ضمانات حقيقية. أحزاب سياسية تذروها رياح المناكفات والمشاكسات والتحالفات أحيانا والمغالبة والإقصاء في أحايين أخرى، فما إن تخبو تلك الصراعات مع دعوات الحوار حتى تظهر مجددا معلنة عن فشلها، فهل تنتج عن دعوات الحوار تحولات إيجابية أم أن الاتهامات المتبادلة وعوائق الماضي التي يتراشق بها الطرفين ما تزال تلوح في الأفق؟ نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الذي سبق في التقرير السابق حول مقاطعة عرفات. تتواصل في هذه المقاطعة أعمال شفط المياه التي خلفتها الأمطار الأخيرة وحولت ساكنتها إلى لاجئين. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. أضحى أطفال مقاطعة عرفات ونساؤها يسبحون في مياه ملوثة خلفتها التهاطلات المطرية الأخيرة. الأمطار التي شهدتها المقاطعة أمرت العديد من المنازل وشردت العشرات من الأسر. أنا ساكن في الدار وهذا منزل أهلي. تضررنا من الملاجاتنا البلاجات عدنا أي تدخل يسوشنا وجيناه وسجلنا كيف المواطنين كاملين قراءة الكرسي بالضبط ما فجأة شيء يسوشنا هو ذلو نهارين بالصيف ما فتغير في شيء يسوشنا هو لعت الدولة قد تحاول تعد مشينا مساعدة مسافر الوقت لا تساعد لنا لما قاع دار طحوا لنا الديار وهاي وتلي أنا اللي ذرك 48 ساعة هي بير وضعية ما في طريق طريق أنا أقرأها به بس وشن هي. بلدية المقاطعة بدأت بما أوتيت من قوة عملية لإنقاذ المواطنين المتضررين من الأمطار عبر صهاريج متخصصة لشفط المياه عن المنازل كما يشهد بذلك السكان. سلم على المدرسة وبعد اللي جات أصحاب متضررين من الماء مع الصباح بكر وجينا جازه الله بخير واستجابنا نفس الوقت العمدة من نفسه وجانا هنا تو جا ودخل في الديار وخلص كامل المتضررين منه وجازه بالأحسن مشان سترنا وناطروا عنا الماء ورائم إلى حد الآن لكن طروا عنا الماء وجازه بالأحسن ورانا شاكرين هو والأعضاء اللي معاه كاملين ورانا شاكرينهم. المشاكل الكثيرة التي يعانيها سكان العاصمة مع كل تهاطلات مطرية جعلت من نعمة المطر كابوسا يقض مضاجع الكثير منهم في انتظار حل لمشكلة الصرف الصحي لا يلوح في الأفق على الأقل في المنظور القريب. عبد القادر المجارة، الوطنية، مكشوف. ودائما في بلدية عرفات ولكن بعد الفاصل. نافذتنا على بلدية عرفات الطموح والوسائل. بكم من جديد. نظمت اللجنة المكلفة بتسيير مركز المختار ولدادة في بلدية الميناء اجتماعا تطرقت فيه للنظام الداخلي للمركز وحددت الأهداف التي تدخل في نشاطاته. ويعمل المركز في مجال التكوين المهني كما يوفر بحسب القائمين عليه فرصا للشباب العاطلين لولوج سوق العمل. اللجنة طبعا بادئة في عملها لأنها أول مرة تخلق هذه اللجنة وعلى أنها لجنة غيورة طبعا على واقع هذا المركز اللي في الحقيقة احنا نعول عليه كثيرا من أجل امتصاص الكثير من الشباب اللي في الحقيقة ما قدوا يواصلوا دراستهم ولا يجبروا تكوين أولي قدوا من خلاله يولجوا سوق العمل. واحنا في بلدية طبعا كيف قلنا جينا عندنا غير على واقع المركز وعلى أن ما ندخروا أي جهد من أجل التعامل معه المنظمة اللي تسير هذا المركز وذاك اللي إن شاء الله هم قدوا نوفروا كامل من التعاون معها لاهي نحاولوا مع الممولين وذاك اللي نقدوا احنا اللي نوفروا احنا كبلدية. اليوم بصدد اجتماع اللجنة المكلفة بتسيير تسيير مركز المختار ولدادة للتكوين الشباب. هذه اللجنة كما اعتدنا على ان عندنا اجتماعات اسبوعية ونصف شهرية تجتمع هذه اللجنة لتدارس بعض النقاط التي تتعلق بتكوين الناس الشباب خاصة في جميع المجالات وفي بعض المجالات منها الخياطة منها المعلوماتية ومنها الصباغة ومنها مجالات من الشكل اللي هو
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء شفاء الشاب الغيني الذي ظهرت إصابته بالإيبولا بعد دخوله للأراضي السنغالية، وذلك بعد أسبوعين من العلاج في مشفى فان بالعاصمة السنغالية داكار. ونقلت وسائل إعلامية محلية أن مصادر طبية سنغالية قولها إن فحوصات المراقبة التي أجريت للشاب الغيني أظهرت أنه لم يعد مصابا بفيروس الإيبولا. أعلنت الشركة المسيرة للكهرباء من سد مانانتالي المعروفة اختصارا تحت اسم سوجيم أن انقطاع الكهرباء مساء أمس الثلاثاء بتزامن عن موريتانيا والسنغال ومالي لم يكن بسبب خلل فني في مولداتها ولا في شبكتها. وقال المدير العام للشركة المهندس الشيخ عبد الله إن الخلل وقع في محطة سنغالية مرتبطة بشبكة مانانتالي، وهو ما تم التغلب عليه بعد أقل من ساعة من خلال فك الارتباط مع المحطة السنغالية المتضررة من الخلل. أعتذر منكم مجددا مشاهدين الكرام، حيث سأعود بكم قليلا إلى الوراء لفتح نافذتنا على مقاطعة عرفات ومقابلة مع عمدة بلدية عرفات السيد الحسن والمحمد. بلدية عرفات هي واحدة من بلديات نواكشوط 9، تقع في وسط المدينة ذات كثافة سكانية كبيرة، بحيث أنها هي البلدية الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد السكان. آخر إحصاء يقول أنها فيها حوالي 200,000 نسمة، تمثل صورة مصغرة عن المجتمع الموريتاني بمختلف مكوناته ومختلف قدراته الاقتصادية والاجتماعية. فيها أغلبية من الناس اللي ضعاف وتعيش ظروف هشة، وفيها طبقة وسطى قليلة. البلدية فيها حوالي 34 مدرسة عمومية وأضعاف ذلك من المدارس الحرة. فيها مستشفى الصداقة، وفيها مصحات خصوصية بالإضافة لنقاط صحية عمومية أخرى. أيضا فيها 4 مفوضيات شرطة، والبلدية تعمل من أجل خدمة السكان بما تستطيع. بوارد البلدية أساسا هي ضرائب متواضعة تديرها على الأنشطة التجارية أو دعم متواضع هو الآخر يأتي من ميزانية الدولة. هذه الموارد تصرف في حاجيات السكان. احنا فعلا من أن نقارن وضعيتنا فعلا نخرصوها انطلاقا من البلديات المشابهة، ما كانت عليه البلدية أيضا ما كانت على البلدية من قبل. ومن عقد المقارنة الحمد لله هنا خرجوا بنتيجة مشرفة. احنا الآن مثلا بلدية عمالها ما يخلصوا في الوقت ولا عندهم أي متأخرات. بلدية أيضا تتدخل في أكثر من مجال، حصرت لك نماذج من مجالات تدخل البلدية. مبنى البلدية أيضا مبنى لائق بالمقارنة مع البلديات الأخرى. ليست علينا ديون الموردين ولا جهات أخرى، لكننا نطمح لو أن الدولة أعطت للبلديات صلاحيات حقيقية وموارد حقيقية لكانت هناك فرصة لدعم السكان، لأن السكان فيهم بطالة، عندهم بطالة كبيرة، وأيضا عندهم أكثر من ذلك عوز وفقر في مجموعات هشة جدا. أتصور أن عندما تعطي الدولة لا مركزية حقيقية وتسمح بأن يكون للمجالس البلدية صلاحيات، مثلا نحن نعطيك مثال، نحن كبلديات كان يفترض أن تكون أولى أولوياتنا وأولى عملنا النظافة. النظافة الآن كانت الدولة تعطيها للشركة والآن أسندتها للمجموعة الحضرية، والبلديات غير مسؤولة عنها. رغم ذلك نحن نتدخل في هذه النظافة الآن، نساعد المجموعة الحضرية من أجل القيام بمهمتها، ونقوم أيضا نحن بما يمكن أن نقوم به. بالإضافة للمياه نحن نتدخل الآن، عندنا أكثر من خزان عمومي، أكثر من 100 خزان عمومي الآن تزودها البلدية، سواء بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمياه أو عن طريق صهاريج البلدية. أيضا نوفر هذا المياه بشكل مجاني للمدارس والأطباب والمساجد والمنشآت العمومية. فعموما
نحن إن نظرنا إلى وسائلنا المحدودة نعتبر أن وضعيتنا الحمد لله مقبولة، لكن إذا نظرنا إلى طموحنا وإلى ما ينبغي نعتبر أن البلديات ما زالت لم تتخذ الدولة قرارا جريئا بإعطائها موارد وصلاحيات من أجل أن تقوم بدورها الحقيقي. نشرة انتهت مشاهدينا الكرام، أعودكم بدأت وأذكركم بأهم ما جاء فيها. مساعي حكومية لإنشاء سوق للأوراق النقدية في موريتانيا. تواصل معاناة سكان عرفات جراء الأمطار الأخيرة رغم بذل الكثير من الجهود. جمود في الساحة السياسية رغم تبادل أقطاب المشهد السياسي دعوات للحوار. وتابعتم في نافذتنا على بلديات نواكشوط بلدية عرفات الطموح والوسائل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.